على ما يبدو أن جنون الحصول على مشاهدات عالية جعل صانعي المحتوى عبر منصات التواصل يقبلون على فعل أي شيء، حتى لو كان هذا الفعل مخالف لقيم المجتمع، اجتماعية كانت أو دينية، وهذا ما نتحدث عنه في قصة اليوم، حيث ضجت منصة التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لشاب يمسك الميكروفون ويغني وهو يسجل مقطع فيديو لتطبيق تيك توك. ولكن أين المشكلة في ذلك؟ المشكلة ليست في الفعل، ولكن كانت في المكان، مكان الفعل، حيث أقدم هذا الشاب على الغناء والرقص داخل أحد المساجد، وهو ما أثار غضباً واستنكاراً من قبل رواد منصة التواصل. فلنتابع هذا الفيديو ونعود إليكم. مشهد مؤسف. الفيديو حصد العديد من التعليقات الغاضبة عبر منصات التواصل المختلفة. فلنشاهد البعض من هذه التعليقات. سندس هنا قالت عبر فيسبوك: يجب أن يكون هنالك عقوبات رادعة، البحث وراء الترند أصاب البعض بالجنون. أما إيمان فكتبت: أين العاملون في المسجد؟ كان يجب أن يتم منعه من تصوير هذا الفيديو من البداية. بينما محمد قال: وصلنا لمرحلة خطيرة من البحث عن الترند، يجب محاسبة هذا الشاب والمسؤول أيضا عن المسجد. ومن هنا يأتي دور وزارة الأوقاف المصرية، والتي أكدت على فتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول، ولكنها سرعان ما كشفت عن مفاجأة مدوية، وهي أن الفيديو، فيديو الشاب، يعود تاريخه لأكثر من عام، حيث استغل الشاب أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد وقام بتصوير هذا الفيديو. كما قامت وزارة الأوقاف بتقديم بلاغ إلى السلطات المصرية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حول هذا الأمر. وفي نهاية القصة، إلى أين سيذهب بنا صناع المحتوى في رحلة البحث عن الترند عبر منصات التواصل الاجتماعية؟